يا معاذ ألا أعلمك كلمات تقولهن تقضي الدين ولو كان مثل جبل أحد؟ ما هي دي فيضانات أرزاق. قال له يا رسول الله، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. تعرف تقول كده على طول؟ صاحبنا مشغل دماغه دلوقتي عايز يرفع ايده يقول لي كم مرة؟ من غير ولا مرة، إذا واثق في النبي من أول مرة. لأن النبي ما قالش لمعاذ قولهم 7 ولا 8 ولا 10، يبقى مطلق الإذن فيها على قد اليقين، مطلق الإذن فيها على قد مساحة تصديقك للكلام، على قد الحب والثقة تفك معاه. طب قلنا وما فكتش، عمره ما هتفكش، لو قلت عشان تجرب مش هتفك. سيدي أبو الحسن الشاذلي قال من أصابه كدر فهو واحد من 3، إما أنه عارض فاذكر الله فسيزول، يعني عارض من حسد، عارض من كده، اذكر ربنا شوية هيروح، وإذ لم يزول استغفر الله لعله من جراء ذنب. طيب قلنا ده وده ما فكتش، القف لله على قدم التسليم والرضا وسلم لمجاري الأحكام. لعل مراد ربنا أن يعطيك في ليل القبض ما لا تناله في نهار البسط. ليه؟ لأنه أنت متخيل أنها دقت معاك بس ما خدتش بالك أنه كان قافل جيبك وفاتح قلبك. أن شوية الدموع اللي وقفت تقول فيهم يا الله أنت عمال تصرخ متخيل أن ربنا مش سامعك وهو أقرب إليك منك. لا ده سمعك وعرفك وحسك وهو اللي أنت بتطلبه هو على ربك هين. لكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيستجيب الله إما بإجابة الكرامة فيعجل لك ما تطلب أو يستجيب بإجابة التبديل فيعطيك خيرا مما تطلب أو يستجيب بإجابة التأخير فيعطيك الآخرة خير من الأولى. فيجي يوم القيامة العبد يلاقي قصور ودور وأنهار ومتع ونعيم عظيم جدا يقول ربي أنا ما فعلت شيئا لهذا. يقول أتذكر دعوة كذا يوم كذا؟ نعم. أتذكر يوم تمني؟ أتذكر دموعك يوم كذا يوم سألتني كذا؟ والله كنت أملك أن أعطيك هذا كله وزيادة ولا يعجزني شيء لكن ادخرته لك كهكذا. يقول ربي ليتك لم تستجب لي شيئا في الدنيا. والعبد ناصح بس لما يشيل ربنا الحجاب ويوري له الحقائق ساعتها ما يطلبش الدنيا أبدا. فلو رأيت الدنيا من عندنا استحييت أن تصارع أهلها على ما لا يساوي جناح.